هذا الطبق بلغ ارتفاعه نحو متر وربع وعرضه نحو 10 أمتار. القائمون على تحضيره يستهدفون تحطيم الرقم القياسي في حجم الأكلة الشعبية المصرية الشهيرة الكشري. أكبر طبق كشري في العالم وهندخل موسوعة جينيس. هي يمكن حاجة الناس بره مش هتعتبرها واو، بس بالنسبة لنا إن احنا نحط طبق الكشري المصري القديم يعني على في كتب في التاريخ ويبقى لنا رقم مسجل، دي حاجة أنا شايفها حاجة حلوة. فأنت لما تعمل فكرة زي مثلا إيطاليا لما عملت أكبر بيتزا، أكبر كانت كبيرة جدا، فإحنا كمصريين عملنا نفس الفكرة بس على أشهر أكل عندنا زي البيتزا في إيطاليا، هنا الكشري في مصر عموما. جاية النهاردة عشان مهرجان الكشري أشوف أكبر طبق في العالم وعشان آكل. لم يجذب هذا الحدث مواطنين فقط، وإنما شارك فيه فنانون ومشاهير في مشهد بهيج. اليوم بسم الله ما شاء الله حاجة فرحة لكل المصريين، إن المصريين يتجمعوا على حوالين شيء يحبوه. بيحبوا إيه؟ الأكل، وأكل أحسن أكل في الدنيا الأكل المصري، فاتعمل الطبق الكشري ده عشان يجمع المصريين. أحسن يوم في العالم عشان طبق الكشري أكبر طبق في العالم، وصعيدة مصر النهارده لازم تاكل من طبق كشري أبو طارق عشان ده طبق كبير. تحضير طبق الكشري الضخم مر بمراحل مختلفة اهتمت جميعها بالنظافة. طبعا عملنا بريفنج دلوقتي مع الشباب، البيرسونال هيجين بتاعهم الحمد لله تمام، مفيش ضوافر، مفيش دقن، مفيش حد بيلبس أي حاجة في إيده، كله لابس جرافز، درجات الحرارة مظبوطة، الأكل اللي طالع هناك في عربيات مقفلة عشان يجي هنا يفتح بس عشان يرص. استغرق إعداد هذا الطبق أيام، ولم يكن نقله إلى موقعه الحالي أبداً أمراً سهلاً بسبب حجمه. 8 طن دول بالضبط خدوا حبوب نية حوالي 4 طن 716 كيلو، إدوا معانا حوالي 7 طن 617 كيلو، يعني إحنا حوالي من شاركنا في الحدث من حوالي من 50 طاهي من أمهر طهات مصر. أما ملء الوعاء بالكشري، الوجبة التي تخلط الأرز والمكرونة والعدس والبصل، فأضاف صعوبة على العملية. مطلوب مننا وقت معين نسوي فيه وكمية تخلص فيه، وكان مطلوب مننا الأوزان وهي نية وبعد ما استوت بقت الكمية قد إيه، وحضرتك بنوزن قبل ما نطلع من المطبخ، وبنوزن بعد ما ننزل من العربيات، وبنوزن قبل ما نحط في الطبق، وبنوزن الفوارغ اللي راجعة برضو من الطبق. في النهاية خرج الطبق الأكبر في العالم للكشري، الوجبة المصرية الأشهر، والذي يأمل صناعه في تحطيم الرقم القياسي من حيث حجم الطبق المقدم إلى موسوعة جينيس.